السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. الجزئية دي بس عايز اعلق فيها على سؤال اتسبب في جدال، يعني الناس علقت عليه وقالت السؤال دوت ليه لما جينا نحله بالقانون ما ادناش 45. تمام، السؤال ده اصلا في غلطة، عشان نكون متفقين السؤال ده يا شباب فيه غلطة، وأنا هفهمك دلوقتي إيه الغلطة اللي موجودة عندك في السؤال. هو لما يسألك على surface area of opposite rectangular prism، تمام، وإحنا اتفقنا إن كلمة rectangular prism دي يعني بيتكلم معاك على إيه؟ على cuboid. ركزوا بس في اللي أنا هقوله، تمام. Is how many square units؟ طيب أنت تعرف إيه عن الكيوبويد؟ يعني اعرف عن الكيوبويد ان each two opposite faces are equal in area. ركز في الجملة اللي انا بقولها، each two opposite faces يعني الفيس اللي هنا والفيس اللي هنا الاريا بتاعتهم equals، والفيس اللي هنا والفيس اللي هنا opposite يعني قدام بعض يا شباب، الاريا بتاعتهم equal، والفيس اللي فوق والفيس اللي تحت الاريا بتاعتهم equal. متفقين؟ each two opposite faces are equal in area. طيب لما تيجي تبص على الكيوبويد اللي قدامك ده زي ما هو بيقولك كده عشان تجيب surface area بتاعته، ها بص كده، هنا ده البيز بتاعتك. تخيل معايا كده ان الريكتانجل اللي في النص ده البيز بتاعتك، اوكي. طيب هنا وهنا ادي opposite faces الريكتانجل ده والريكتانجل ده، لما تيجي تقفل الكيوبويد بتاعك كده فبقوا two opposite faces وequal in area. هنا الاريا 6 وهنا الاريا ايه؟ 6. متفقين؟ طيب لما تيجي توقف برضو هنا هوت السكوير ده والسكوير ده هتلاقي two faces، تمام، opposite هم هيبقوا قدام بعض والاريا بتاعتهم equal، هنا في 9 وهنا في 9، تمام. اما بقى الفيس اللي موجود تحت، تمام، اللي هو البوتوم والتوب، بصوا كده تحت في 6 وفوق في ايه؟ 9. فانت معاك two opposite faces not equal in area. واحد تحت هوت الاريا بتاعته 6، ولما تيجي تقفل الكيوبويد بتاعك هتلاقي الاوبزيت بتاعه اللي قدامه اللي مقابل لي الاريا بتاعته 9. عشان كده حصلت بقى مشكلة. عشان كده حصلت ايه مشكلة؟ لما قلت لك طلع لي لينس ويتس هايت وطلعنا الدايمنشنز بتاعتنا، تمام، لو خدتهم ورحت تعوض في القانون تعويض مباشر، تعويض مباشر عشان تحسب السيرفس اريا بتاعتك، انا معايا الدايمنشنز اهو، المفروض احسب القانون يطلع لي على طول رقم من الارقام اللي موجودة قدامي. اللي عوض في القانون طلع له 42، ما طلعلوش 45، تمام. طيب نوقف المسألة؟ لا، انت عامل ازاي مع سؤال زي كده في غلطة؟ ها قلت لك احسب بقى، انا كده كده عارف ان surface area، تمام، surface area يعني كل الاريات بحسبها واجمعها مع بعضها، عشان كده قلت لك احسب area of each face، شوف كل face قدامك الاريا بتاعته بكام واجمع لي الاريات كلها ووصلنا لل 45. انما الاساس لا، الرسمة دي اصلا مرسومة غلط، الرسمة دي اصلا مرسومة غلط. المفروض هنا اخر فيس دوت يبقى الاريا بتاعته 6، الفيس ده المفروض الاريا بتاعته تبقى 6، يعني المفروض تشيل منه الجزء ده كده 3 سكويرز كده عشان يبقى ده اوبزيت مع ده، وهنا يبقى فيه 6 وهنا فيه 6، تمام، عشان يبقى each two opposite faces equal in area. مدام بتكلم على كيوبويد، مدام بتكلم على ايه؟ على كيوبويد. وبرضه هوريها لك من جوه الكتاب من الشرح عشان تتخيلها اكتر قبل ما اقفل الجزئية دي. بصوا كده، ها دي رسمة كيوبويد والرسمة مفتوحة اهي قدامك. بصوا كده، ركزوا بقى في الرسمة، ها ادي فيس وادي الاوبزيت بتاعه، ادي فيس وادي الاوبزيت بتاعه لما تيجي تقفل الكيوبويد، ده البوتوم وده التوب اللي تحت واللي فوق. متفقين؟ بص كده الاريا هنا كام؟ 48، والاريا هنا كام؟ 48. each two opposite faces equal in area.
وادي فيس، وادي الايه الاوبزيت بتاعه. بص كده الاريا هنا 32، هنا كام؟ 32. each two opposite faces equal in area. متفقين؟ وادي فيس وادي فيس. بص كده الاريا هنا 24، وهنا كام؟ 24. متفقين؟ اظن كده واضح جدا الغلطة اللي موجودة في الرسمة اللي هنا، تمام؟ ومع ذلك انا حليتها معاكم علشان ما اوقفلكش الفيديو اقولك لا السؤال ده غلط. لما يجيلك حاجة زي كده فيها غلطة، ما انت لازم برضو تبقى ذكي. يعني شوف كده احسب الاريا بتاعت كل فيس واجمعهم على بعض.